هل ما زال قانون ساكسونيا يطبق على الأرض؟ ساكسونيا تلك الولاية الألمانية القديمة التي فيها شرع قانون الساكسونيا نسبة لاسم الولاية، وكان ذلك في القرن الخامس عشر على يد حاكمة الولاية في ذلك الوقت. من شرع هذا القانون هو طبقة النبلاء، وكان يطبق على الطبقة الفقيرة فقط، فمن يقتل يقتل، ومن يسرق يجلد أو تقطع يده أو على حسب اختيار الحكم عليه. أما إذا ارتكب نفس هذه الجريمة أحد من النبلاء فكان القانون يطبق فقط على ظل المتهم وليس على المتهم حرفياً. فبالنظر على الأوضاع العربية حول العالم من النواحي الدينية والأخلاقية والأوضاع الاقتصادية، تجد أن قانون الساكسونيا ما زال مطبقاً ولكن في الخفاء ومن خلف الستار. يعاني الفقير الذي يكدح في الأرض لتوفير قوت يومه، بينما يتربع الغني على عرش الظلم. ومقارنة بما سلبه من عامة الشعب فهو يلقي بالفتات، والحكم الرادع يطبق على الضعيف، أما القوي فيسلك نفس الطريق ولكن يعبر من الجانب الآخر.